السلام عليكم. في الفيديو البسيط دوت حابين نشرح فيه فكرة استخدام التيرافورم والدوكر مع بعض بحيث ان احنا نعمل اوتوميشن للديبلويمنت اللي يخص الويب سيرفيسز، سواء كديفلوبمنت ورك ستيشن لو انت ويب ديفلوبر وحابب ان انت تجهز الانفايرمنت الخاصة بيك للديفلوبمنت بخطوات بسيطة وسهلة، تكون فيها كل التولز انستولد وجاهزة للاستخدام والتجربة، او ممكن نستخدم نفس البلان في البرودكشن سيرفرز لو احنا عندنا خادم او عدة خوادم وحابين ان احنا نعمل ديبلوي لويب سيرفيس او مجموعة من الويب سيرفيسز، بمعنى اصح ويب ديفلوبمنت ستاك كاملة. على سبيل المثال الليمب اللي هو لينكس انجن اكس ماريا دي بي بي اتش بي، او لامب لينكس اباتشي ماي سيكوال بي اتش بي ان دي اتش بي ماي ادمن، او اي ويب ستاك اخرى زي الميرن والمين وغيرهم. الفيديو ده انا عامله بحيث انه نشرح عملية الديبلويمنت ديت بابسط واسهل طرق باستخدام برنامجين يعتبروا من اقوى البرامج المستخدمة في الاوتوميشن والكونتينرايزيشن اللي هم التيرافورم والدوكر. مبدئيا ايه هو الدوكر وايه هو التيرافورم؟ الدوكر عبارة عن برنامج او حل برمجي يعتبر خفيف مشابه الى حد كبير طبعا الفيرتشوال ماشين، الى انه بيستخدم الكيرنل بتاع السيستم الخاص بيك مباشرة، على خلاف الفيرتشوال ماشين اللي هو بيبقى فيرتشواليزيشن لجهاز حقيقي فوق الجهاز اللي انت شغال عليه، او لو انت شغال جوه سيرفر فهو يعتبر بيفيرتشواليز هاردوير سيرفر موجود وكيرنل كامل واوبريتنج سيستم كل حاجة. لكن في حالة الكونتينرايزيشن عندنا في الدوكر هو عبارة عن نظام حاويات بيعزل فيه البرامج اللي شغالة عن الهوستنج سيستم، ولكن بيتم في الحالة دي استخدام نفس الكيرنل بتاع الهوستنج سيستم، تمام؟ ما بيبقاش فيه كيرنل اضافي او اوبريتنج سيستم اضافي بيشتغل عليه. يعني ده فرق بسيط ما بين ما بين الفيرتشوال ماشين والدوكر. طيب هو الهدف منه طبعا زي ما هو مكتوب، بنقدر ننشئ من خلاله مجموعة من الحاويات المنفصلة والمعزولة عن بعض ومعزولة عن السيستم، والتكنولوجي بتاعته مبنية على فيتشر او ميزة موجودة في اللينكس كيرنل اتعملت طبعا قبل ما يعني بعيدا عن اللينكس كيرنل وتم ادراجها في سنة 2006 او 2007، فيتشر اسمها السي جروبس او الكنترول جروبس، تمام؟ هنشرح عنها بالتفصيل عشان تكون عندك فكرة ازاي الكونتينرايزيشن بشكل عام يكون شغال، سواء كان دوكر او اي كونتينرايزيشن سولوشن تاني. دلوقتي احنا قلنا ان الحاويات اللي بيتم انشائها بتبقى معزولة عن بعض ومعزولة عن السيستم، ولكن ممكن تبقى من ضمن الكونفيجريشنز اللي احنا بنحطها لها نعرف قنوات محددة وستريكت ممكن من خلالها للحاويات دي انها تتواصل مع بعض او تتواصل مع الهوستنج سيستم، تمام؟ يعني ممكن الحاويات دي كل حاوية مثلا على سبيل المثال حاوية تخص مثلا السيرفيس بتاعت البي اتش بي اف بي ام، حاوية تانية تخص السيرفيس بتاعت الانجن اكس او الاباتشي، حاوية تالتة تخص الداتابيز انجن بتاعك باي نوع من الانواع الموجودة سواء كان ماي سيكول ماريا دي بي بوست جري مونجو دي بي واتيفر نوع الداتابيز. فلك ان تتخيل ان كل حاجة من الحاجات ديت او كل كومبوننت في الستاك بتاعت الويب بتاعتك تبقى موجودة في حاوية منفصلة، ولكن بتقدر تتواصل مع باقي الحاويات اللي هي تعتبر جوه نفس الستاك. نقدر نحدد من الكونفيجريشن بتاع الكونتينرز ازاي يتواصلوا مع بعض وازاي يشاركوا البيانات مع بعض، وفي نفس الوقت ازاي نشارك البيانات ما بين الكونتينرز وما بين الهوستنج سيستم، بحيث ان انت تقدر من خلال الجهاز بتاعك او الهوستنج سيرفر بتاعك تقدر تتواصل مع الانترنال بتاع الكونتينر، والعكس بالعكس ان انت لو حابب توصل لحاجات معينة موجودة على الهوستنج سيستم من جوه الكونتينر برضو تقدر تعرف لها ستريكت شانل يتم التواصل عن طريقه. ده بالنسبة للدوكر باختصار. بالنسبة للتيرافورم، التيرافورم هو عبارة عن تطبيق لمبدأ اسمه الانفراستراكشر اس كود، او اللي هو البنى التحتية ككود. ايه هي البنى التحتيه وايه هو السوفت وير انفراستراكشر؟ اي حاجه ممكن تبني على اساسها سيرفيس، تمام؟ سواء كانت كلاود سيرفيس او لوكال سيرفيس، ممكن تكون هاردوير سيرفيس في بعض الاحيان. ففي الحاله دي احنا بنحاول ان احنا
نأوتوميت عملية بناء هذه الانفراستراكشر عن طريق الكود، بدل ما احنا نروح نمانولي مثلا. على سبيل المثال انا عايز اكريت دروبلت على ديجيتال اوشن، او مثلا عايز افتح انستنس من امازون اي سي 2 اللي هو الالاستيك كومبيوتنج سيرفر، او ار دي 5 او اس 3، عايز انشئ دوكر ايمج وكونتينر. كل دي تعتبر انفراستراكشر ريسورسز بيتم استخدامها لتقديم الخدمات الالكترونيه المختلفه او البرمجيه المختلفه في الويب، تمام؟ وممكن كمان تقدم خدمات الويب ديت بشكل لوكالي على الجهاز الخاص بي. بس ففكره التيرافورم ان هو بيكونسيدر او بيعتبر اي سيرفيس من السيرفيسز دي عباره عن ريسورس، مورد، تمام، بيتم بنائه ومتابعه الستيت بتاعته، الحاله بتاعته، بيشوف هل هو شغال، هل هو اوفلاين، هل هو كونفيجورد ولا لا، محتاج ان هو يتعمل له ابديت، ممكن يتم هدم هذا الريسورس واعاده بنائه باخر التطورات المطلوبه. فدي فكرة التيرافورم، ان هي بتأوتوميت عملية بناء هذه الموارد. طبعا قيس على كده حاجات كتير غير الكلاود سيرفيسز، يعني ممكن تبقى داتابيز مثلا تعتبرها سوفت وير ريسورس او انفراستراكشرال ريسورس، بيتم بناؤه وهدمه واعاده ايه تشغيله. فالتيرافورم مع الدوكر هنا احنا ممكن من خلالهم اوتوميت عملية الديبلويمنت للحلول البرمجية المختلفة بما فيها من ايه من بنى تحتية مطلوبة لتشغيل هذه الخدمات. طيب نيجي للاول الدوكر، ليه احنا ممكن نستخدم الدوكر؟ ليه انا كديفلوبر ما يعني ما اروحش وانستول كل الريكوايرد سيرفيسز بتاعتي على الجهاز بتاعي مباشرة؟ اركب البي اتش بي، اركب النود، وات ايفر السيرفيس اللي انا عايز اركبها دايركتلي مباشرة على جهازي واقوم بالبرمجة واشتغل على طول. الفكرة هنا انه بتحصل تعارضات واختلافات من كل جهاز لاخر. لو انت ديفولوبر موجود وسط تيم بيبرمجوا معاك وبيشتغلوا معاك على اجهزتهم، فانت كده هتحط على نفسك وعليهم عبء ان انت تتأكد ان اجهزتهم كلها عليها نفس السيرفيسز بنفس الفيرجنز بنفس الكونفيجريشنز والسيتنجز الى اخره، تمام؟ يبقى انت لازم يبقى اجهزتكم موحده ككونفيجريشن وكسيرفيسز وك سوفت وير راكب على هذه الاجهزه. دي صعب ان انت تهندلها بشكل يدوي، تمام، وهتتطلب ان تدخل اي تي مانجر معين ان هو يعدي على كل الاجهزه بتاعه التيم ويتاكد ان ايه ان السوفت وير بتاعهم واحد. فبيجي هنا دور الدوكر ان هو عن طريق انشاء الحاويات البرمجيه اللي اتكلمنا عليها ان هو بيكريت لنا انفايرمنت، بيئة عمل، يعني بيتم تركيب كل السيرفيسز والسوفت وير السيرفيس بتاعتك معتمد عليها، كل البرامج اللي انت بتعتمد عليها عشان تشغل الحل البرمجي بتاعك. يعني ممكن تعمل حاوية واحدة تحط فيها كل الستاك بتاعتك، يعني ده ممكن اركتكتشر ممكن تمشي بيه ان انت يبقى عندك كونتينر واحد فيه كل السوفت وير المطلوب لتشغيل خدمة برمجية معينة، تمام، ويب سايت مثلا او ويب سيرفيس او اي بي اي، او ان انت طبعا تنظمها وتخليها تبقى سكيلبل اكتر ان هي تقدر ان انت توزعها على سيرفرز اكتر ويبقى معاك الامكانيه انك توسع قدره الحل البرمجي بتاعك بسهوله. فهنا الدوكر بيخدمنا في النقطتين دول، ان هو بيدينا انفايرمنت موحده، تمام، الانفايرمنت ديت بمجرد ما كل شخص يحصل عليها فهو اكيد 1000000% هيبقى عنده كل المتطلبات الضرورية لتشغيل السيرفيس اللي انتوا شغالين عليها او بتبرمجوها. فبالتالي ما هيبقاش عندك بقى الاكسكيوز اللي بتاع زمان اللي هو يقولك but it works in my machine، يعني ايه ده هي شغال عندي ازاي مش شغال عندك. فابسط مثال على الموضوع دوت النود. دايما اختلاف النود فيرجنز من شخص للتاني بتعمل مشاكل كتير اثناء الديفلوبمنت واثناء التست للنود ويب سيرفيسز او النود ويب سايتس والابلكيشنز اللي تخص النود جي اس. فتلاقي الابلكيشن شغال تمام وما فيهوش اي مشاكل مع شخص تاني، لمجرد ان النود اللي راكب على جهازه فيرجنه مختلف اصداره مختلف، بتلاقي الدنيا عنده مش شغاله، وتلاقي ان البيلد بروسيس او الكومبايليشن بروسيس بتاعت السورس عنده مش بتمشي. بس دي بالنسبه للنقطه الاولى. النقطة التانية طبعا الدوكر بيدي ليفل اوف سكيورتي، يعني في عنده مستوى من الامان ان هو بيعزل الحاويات البرمجية عن بعض، بيبقى في عزل تام ما بين الحاويات. بس الفكرة ان العزل دوت بيبقى طبعا
متحدد بكونفيجريشن معين، بحيث ان احنا زي ما قلنا بنحدد channels او قنوات للتواصل ما بين الحاويات دي وبعضها. فعلى سبيل المثال لما يحصل critical failure او خطأ جسيم مثلا في كونتينر من الكونتينرات او حاوية من الحاويات، خطأ برمجي مثلا، ده مش بيأثر على الحاويات الاخرى، الحاويات التانية اللي هي شغالة ما بتتأثرش اذا حصل critical failure في واحد من الايه من الحاويات، بشرط طبعا ان الكريتيكال فيلير ده يكون اساسه الحاوية نفسها او الشغل اللي معمول في الحاوية ذاتها. يعني في بعض الاحيان بتحصل توتال فيلير للسيستم كله، لو انت مثلا مشغل اكتر من حاوية على نفس السيرفر والسيرفر هو اللي حصل فيه مشكلة، على سبيل المثال ان الهارد ديسك بتاعه اتملى على الاخر مثلا ومبقاش فيه مساحة لاي كونتينر ان هي تشتغل على الهارد ديسك، فبتلاقي ان كل الحاويات حصل فيها كريتيكال فيلير. تمام. لكن لما يحصل كريتيكال فيلير برمجي يخص الكونفيجريشن او السيتنج بتاع حاويه من الحاويات، بتلاقي ان الحاويات التانية شغاله طبيعي ما فيش فيها اي مشكله. تمام. وطبعا لو حصل كريتيكال فيلير جوه كونتينر ما من الكونتينرات بسبب برضو الشغل اللي عليه، ده مش هيأثر على الهوستنج سيستم بتاعك في شيء. يعني على سبيل المثال مسحت كل حاجه جوه الكونتينر، فانت الحاجه اللي جوه الكونتينر هي بس اللي اتمسحت، لكن السيستم بتاعك في امان مفيش حاجه اتمسحت فيه. تمام. طبعا في اكسبشن هنا صغير، الا الاماكن اللي انت قايل الكونتينر ان هو يوصل لها من في الهوستنج سيستم، هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل كمان شويه. تمام. النقطه الثانيه في السكيورتي، ان انت لو فرضا ان انت مدي اس اس اتش اكسس مثلا او شيل اكسس للمستخدمين بتوعك او للديفولبرز او التيم بتاعك انه يوصل لحاوية معينة، تمام، فهو هيقدر يوصل للحاوية دي تحديدا فقط، ما يقدرش يوصل من خلالها للهوستنج سيستم الا اذا برضو انت عرفت طريقة ان هو يقدر يوصل للهوستنج سيستم من خلالها. فبالتالي حتى لو فرضنا ان في شخص مثلا كان ابيوزر او شخص مخترق حتى او هاكر قدر ان هو يدخل ياكسس على كونتينر ما، فهيبقى صعب نسبيا ان هو يوصل للهوستنج سيستم اللي شغال جواه الكونتينر دوت او الحاويه دي. من ضمن الحاجات الطيبه الميزات الاخرى للدوكر طبعا سهوله الديبلويمنت والمايجريشن، ان انت سهوله ان انت تودع وتشغل الحاويات او ان انت تنقلها من سيرفر لاخر او مثلا من جهاز لاخر او ان انت تنسخها، ففي نوع من السهوله في التعامل معاه. وعندك اوريدي طبعا كوميونيتي مفتوح موجود للدوكر، عندك حاجه اسمها الدوكر هاب والدوكر ريجستري او الاوفيشال دوكر ريجستري، دي بتهيأ لك مجموعه من الحاويات الجاهزه او بمعنى اصح الايمجز الجاهزه اللي بينبنى على اساسها الحاويات، وتكون اوفيشال وستاندرايزد ليها، ماشيه بالستاندرد المطلوب لكل تكنولوجي. على سبيل المثال هتلاقي كونتينرز جاهزه للبي اتش بي، للنود، للماريا دي بي، ريدس اتسترا، هتلاقي خدمات كتير اوريدي موجوده. دي هتوفر عليك وقت ان انت تركب الحاجات ديت مانولي وان انت تعمل لها كونفيجريشن يدوي. هتلاقي في كل واحده من دول او في كل خدمه من دول هتلاقي زي كتالوج او مانوال يقدر يوجهك لي ازاي ان انت تحط السيتنجز المطلوبه لكل واحده من السيرفيسز اللي انت عايز تشغلها عندك. بنتكلم عن موضوع كيفيه عمل الدوكر ازاي شغال. طيب في عالم اللينكس كل بروسيس كل برنامج بيشتغل ليه اي دي خاص بالسيستم، تمام، وليه مجموعه من الامتيازات او البرميشنز او الاذونات اللي بتحدد له مقدار استهلاك الاقصى من موارد النظام او من موارد الجهاز او السيرفر اللي شغال. على سبيل المثال السي بي يو، الرام، الديسك، والنتورك، تمام، اللي هم الاربع موارد الاساسيين اللي اي كونتينر عاده بيستهلكهم او بيستخدمهم. فحتى البروسيس اي برنامج في اللينكس بيبقى ليه اي دي ويبقى ليه حدود معينه لاستهلاكه للاربع امور دول. فزي ما قلنا الدوكر بيستخدم ميزه اسمها السي جروبس او الكنترول جروبس، ودي بقى بتعمل ايه، بتحدد الاذونات اللي تخص البروسيسز في استهلاك السي بي يو والميموري والرام، وبتحدد عليهم الاماكن اللي يقدروا يوصلوا لها والاماكن اللي ما يقدروش يوصلوا لها في الهاردوير بتاع السيستم. على سبيل المثال ممكن الكلام ده ما يكونش صحيح 100%، ولكن
مثال للتوضيح ان هو مثلا بيديله سبيس معين يقدر يأكسسه في الميموري، مثلا ان انت ما تقدرش تأكسس غير المكان من المكان الفلاني الى المكان الفلاني جوه الميموري. وكديسك، الديسك بيتعمل ليه حاجة اسمها الاوفرلاي فايل سيستم. الاوفرلاي فايل سيستم ده تقدر تقول ان هو بيحدد اجزاء معينة تمام من الهوست سيستم ان هو تبقى اكسسبل للكونتينر، بس يقدر يكتب فيها الكونتينر. فبالتالي الكونتينر بيبقى ليه ملفاته المفصولة عن الايه، عن الهوستنج سيستم اللي ما يقدرش اليوزر يوصلها بطريقة مباشرة. فحتة السي جروبس ديت هي اللي ايه مكنت من انشاء التكنولوجي بتاعت الدوكر او الكونتينرايزيشن بشكل عام. طيب بجانب السي جروبس، في حاجة اسمها النيم سبيسز او البروسيس نيم سبيسز. تخيل كده ان انت عندك مجموعة برامج، المفروض كل برنامج ليه اي دي. تخيل مجموعة البرامج دي محطوطة جوه نيم سبيس واحد، تمام؟ فلك ان تتخيل ان المين نيم سبيس اللي هو النيم سبيس الرئيسي هو اللي محطوط جواه او اللي شغال فيه البرامج اللي انت بتتعامل معاها بشكل مباشر مع الايه، مع الاوبريتنج سيستم حاليا، تمام؟ فيجي الدوكر يعمل نيم سبيسز اخرى لكل كونتينر مثلا على سبيل المثال، بحيث ان هو يعزل البروسيسز ديت عن البروسيسز بتاعت مين، بتاعت الهوستنج سيستم. فبتلاقي ان انت جوه الكونتينر مثلا اول اي دي البروسيس هو الاي دي رقم واحد. عادة في عالم اللينكس بيشتغل سيرفيس اسمها سيستم دي. السيستم دي ديت هي اللي بتقوم ب الانيشاليزيشن او المراحل الابتدائيه للنظام، وهي تقريبا اللي بتهندل بتمانج الاوبريتنج سيستم. دي هتلاقي في المين نيم سبيس. لكن لما تيجي تخش جوه دوكر كونتينر هتلاقي ان البي اي دي رقم واحد هو عباره عن البرنامج اللي ابتدى بيه الحاويه او اللي ابتدى بيه الكونتينر دوت. ففي عزل تام لايه، للبروسيسز اللي شغاله في الحاويه عن الايه، عن البروسيس اللي شغاله في الكرنل او الاوبريتنج سيستم الرئيسي او اللي هو الهوست سيستم. طبعا الكلام دوت ليه تفاصيل اعمق ومور ديتيلد عن كده، لو حابب ان انت تخش تقرا فيها ممكن تدخل تعمل عنها ريسيرش، وهحط طبعا مصادر تساعدك على فهم الموضوع ان ديتيل اكتر لو حابب ان انت ايه تتعمق اكتر في الموضوع. بس في النقطة الاخيرة اللي بنتكلم فيها ان هو لما الحاوية بتبتدي البروسيسز اللي جواها بتبقى زي ما قلنا معزولة في نيم سبيس مختلف عن النيم سبيس بتاع السيستم. فبالتالي طبعا بيبقى ليه بي اي ديز من الاول، رقم 1 2 3 4، بس في نيم سبيس مختلف. بالإضافة إن البرميشنز بتاعت البروسيسز المعزولة دي اللي هي اللي تخص وصول كل برنامج جوه الكونتينر أو الحاوية للسي بي يو والميموري والديسك والنتورك، دي بتبقى متحددة عن طريق السي جروبس. طيب ده كان أساس الدوكر، إزاي بيتعامل مع السيستم أو بنى إزاي، أو اللي هو بيسموه الران تايم بتاعه انترنالي شغال إزاي مع الأوبريتنج سيستم. دلوقتي نيجي للجزء التكنيكال بتاعه اللي هو اللي يهمنا كديفلوبر، يهمنا نفهم عنه ايه. الدوكر بيحتفظ بالملفات اللي انت بتحطها في الحاويات بتاعتك على شكل لايرز، على شكل طبقات. وكل لاير، كل طبقة هو عبارة عن مجموعة ملفات ومجلدات ناتجة عن تشغيل امر او مجموعة اوامر. هيبان الموضوع ده معانا لما نيجي نشرح كيفية انشاء الدوكر ايميجز في الدوكر فايل. لكن مبدئيا خلينا نقول ان الملفات في الدوكر بتتحفظ على شكل layers. مجموعة layers دي على بعض، مجموعة الطبقات دي على بعض بتعمل لنا حاجة اسمها الدوكر ايمج، تمام؟ اللي هي صورة الدوكر. ايه هي صورة الدوكر؟ هو عبارة عن التمبلت اللي هيبتدي على اساسه الكونتينر او الحاوية، تمام؟ تقدر تقول كده هو عبارة عن الملفات الباينريز والسيتنجز وحتى الداتا فايلز المطلوبة عشان تشغل لنا خدمة معينة، ولكن على شكل ملفات ومجلدات محفوظة، وكأنها مثلا محفوظة في الأماكن الافتراضية بتاعتها جوه سيستم راننج فعليا، كأنك ركبت مثلا بي اتش بي. مثلا لو انت مركب بي اتش بي او الماي سيكول جوه السيستم بتاعك، فانت عندك بتلاقي الملفات بتاعته موجودة جوه ملفات الكونفيجريشن. مثلا هتلاقي في سلاش اتسترا، الداتابيز هتلاقي فار لب، في سلاش فار سلاش لب ماي سيكول الخ، تمام؟ المهم بتلاقي الملفات دي موجوده في فايل سيستم منفصل عن السيستم الاصلي بتاعك، في ايه، محفوظه في اللايرز ديت، تمام؟
واللايرز دي مع بعض بتكون لنا الايمج اللي على اساسها هنبتدي الحاويه. الحاويه بتشتغل بايه؟ الحاويه بتشتغل بسيتنج معروف في الايمج، بيتحدد في الايمج اسمه الانتري بوينت، او اللي هي نقطه البدايه. ايه هو نقطه البدايه؟ هو عباره عن الامر او الباينري فايل اللي موجود جوه الايمج بتاعت الكونتينر اللي هترن وقت ما الكونتينر يبتدي او يشتغل. يعني وقت ما تيجي تبتدي الحاويه المفروض ان في امر معين او فايل معين هيتم تنفيذه عشان خاطر الكونتينر تبتدي وتقوم معانا ويحصل لها ستارت. فدي بتبقى متعرفه فين؟ من ضمن التعريفات اللي تخص الايه الايمج او الدوكر ايمج بتاعتنا. دلوقتي احنا خلاص يعني كوننا صوره تمام، وابتدينا على اساسها كونتينر. يبقى احنا عندنا المبدأ الاول هو الصور تمام. الصور مكونه من عده طبقات، كل طبقه عباره عن امر او مجموعه اوامر بينتج عنهم ملفات ومجلدات بتتحفظ في الطبقه دي. الطبقات مع بعض بتكون لنا صوره. الصوره بنقدر نبتدي منها حاويه تمام. فاحنا عندنا صوره الدوكر ايمج والدوكر كونتينر. نيجي بقى للنقطه الاخيره اللي هي لما الحاويه تبتدي الملفات بتتحفظ فين. الحاويه بيبقى ليها لاير متطاير خاص بيها. يعني ايه لاير متطاير؟ يعني لاير الدوكر بيقدر بس هو اللي يوصله، وانت لو انت اتاتشت للترمينال بتاع الدوكر كونتينر ده او للحاويه ده تقدر تشوف الملفات اللي جوه الكونتينر ده، لكن طول ما انت بره الكونتينر ما تقدرش تشوف الملفات دي. الفكره ان اللاير المتطاير ده بيتحفظ عليه كل التشينجز والتعديلات اللي حصلت اثناء شغل الكونتينر. طول ما الكونتينر ما هو شغال، في اي تشينجز او في اي فايلات اتغيرت او اي سيرفيسز ركبت اضافيه جوه الكونتينر نفسه، فكل ده بيتحفظ في الايه اللاير اللي هو المتطاير ده. اللاير ده لو انت لسبب ما الحاويه دي اضطريت ان انت تعيد تشغيلها، او بمعنى اصح تعيد انشائها، اعاده التشغيل ما فيهوش فيه مشكله، اللاير بيتم حفظه. يعني لو انت الحاويه عملت لها ستوب ايقاف، كانك عملت شت داون للكونتينر، الستيت بتاعتها ما راحتش، الستيت بتاعتها موجوده مش هتروح منك تمام. لكن امتى الستيت بتاعت الكونتينر بتروح؟ لو عملت ريموف للكونتينر، عملت لها ازاله، او عملت لها ريكرييت اعاده انشاء. في الحاله ديت الفولاتايل لاير او اللي هو الطبقه المتطايره دي بتطير بكل التعديلات اللي عليها، وبتبتدي كانك عملت ريست للنظام من الايه من الايمج اللي موجوده، من الدوكر ايمج اللي ايه اللي مبنيه عليها الكونتينر. في هنا نقطة مش مذكورة في النقط المكتوبة قدامنا. طب دلوقتي انا عملت تعديلات على الكونتينر وحابب ان هو يتحفظ التعديل دوت من ضمن الايمج اللي موجودة، اللاير ده انا عايز اخليه بريزيستنت، عايز احافظ عليه. يعني اللاير اللي هو المتطاير ده بالتعديلات الاخيرة اللي حصلت انا عايز احتفظ بيه. في طريقتين هقول الطريقة منهم دلوقتي، اللي هي ان انت تعمل حاجة اسمها دوكر كوميت. الدوكر كوميت ده بيعمل ايه؟ زي الجيت كوميت كده، لما انت في السورس كنترول بتعمل تشينجز بتقول له جيت كوميت، فبالتالي بيحتفظ بالتشينجز بتاعتك ديت في الريبوزيتوري. نفس الطريقه بالظبط الدوكر بيعمل الموضوع ده، بياخد التعديلات اللي حصلت في اللاير ده ويضيفه على الايمج اللي مبني على اساسها الكونتينر. فبالتالي بقى كل التعديلات اللي حصلت في الكونتينر او الحاويه بقت من ضمن الايمج اللي مبني عليها الكونتينر حاليا. فانت لو عملت ريكرييت بعد الكوميت ده هتلاقي نفسك عملت اعاده انشاء على اخر تعديل انت قمته او حفظته وعملت له كوميت في الكونتينر دي. لازم المبدئين دول يكونوا واضحين بالنسبه لنا عشان الداتا ما تضيعش مننا والسيتنجز ما تهربش مننا. يعني لازم يبقى عندنا ان الايمج هو التمبلت اللي بنبتدي على اساسه، والكونتينر الحاويه ده الشيء السيرفيس وهي شغاله، والداتا اللي هي اللي بتبقى متطايره وموجوده والحاوية شغالة. وزي ما قلت الشت داون الريستارت اللي يخص السيرفس او الكونتينر او حتى السيرفر او الجهاز عندك، لما انت بتقوم بيه اللاير اللي هو الفولاتايل اللي يخص الكونتينر بيتم الاحتفاظ بيه مش بيروح. يعني دلوقتي انت دلوقتي عملت ابديتس على الكونتينر بتاعك تمام، شغال في الحاوية تمام، والحاوية ديت انت عملت تشينجز في الكونفيجريشن بتاعها او في الداتا بتاعتها او في الشغل بتاعها باي طريقه كانت، وفي تعديلات حصلت في اللاير اللي يخص الكونتينر، عملت ستوب للكونتينر، عملت ريستارت للكونتينر، عملت ريستارت للدوكر سيرفيس نفسها، عملت ريستارت للجهاز او السيرفر، كل الامور ديت مش بيروح معاها التعديلات اللي حصلت في الحاويه. الحاجه الوحيده اللي بتخلي الداتا تروح مننا هي الريكرييشن او اللي هو اعاده انشاء الحاويه نفسها من البدايه، او ان احنا طبعا نعمل ازالة
للحاوية نفسها. طبعا في طرق هنتكلم فيها بعد كده ازاي نحافظ على اجزاء معينة من بيانات الحاوية بحيث ان هي تبقى بريزيستنت معانا بطريقة تانية غير الدوكر كوميت، هنتكلم فيها بالتفصيل اول ما ندخل في ايه في البلاننج اللي يخص التيرافورم. نيجي هنا بقى لموضوع التيرافورم. التيرافورم زي ما قلت هو عبارة عن برنامج بيعتبر كل حاجة برمجية ريسورس او مورد من موارد البنى التحتية اللي ممكن تقوم على اساسها او بيها خدمات برمجية مختلفة. التيرافورم بلان بتعمل ايه في استخدامنا معاها للدوكر؟ هتعمل لنا اوتوميشن لانشاء الدوكرايزد سيرفيسز اللي هي طبعا الخدمات اللي احنا هنبقى مقسمينها على شكل حاويات، تمام، وتحافظ وتمنتين الستيتس بتاعت الايه بتاعت السيرفيسز ديت وتتابعها، تمام. طبعا هي مش بتتابعها بتعمل لها مونيتورنج، لا لا، هي بتحتفظ يعني بالستيت بتاعها اللي هي وصلت له، يعني تم الانشاء، تم التشغيل، الكلام ده كله. ولان التيرافورم بيعرف كل شيء على انه ريسورس او مورد، فلازم الريسورسز دي يتم تصنيفها، يتم تجميعها في مجموعات، في كاتيجوريز، في اصناف. فالمبدأ اللي اعتمدت عليه التيرافورم في تنفيذ العملية ديت حاجة اسمها البروفايدرز او مزودين الموارد ديت او مزودين الخدمات، البروفايدرز، تمام. وطبعا البروفايدر هنا بيعرف ايه هو طبيعة كل ريسورس، طبيعة كل مورد، ازاي بينبنى، ازاي بيتم تشغيله، ازاي بيتم هدمه واعادة بنائه في حال اذا تطلب الامر هدم، او انت عملت حبيت ان انت تعمل ابديت لسيرفيس معينة، ازاي ان انت تعمل لها ديستروي وتعمل لها ريكرييت تاني. البروفايدرز هنا زي ما قلت كتير عندك من في الحالة بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها دي هي التيرافورم، الدوكر تيرافورم بروفايدر. النقطة اللي بعديها بنقول ان احنا هنستخدم الدوكر تيرافورم بروفايدر، هو المزود اللي هيمكن التيرافورم ان هو يتعامل مع الدوكر على شكل ايه ريسورس زي ما احنا قلنا. طبعا في بروفايدرز تانيين، في عندك بروفايدر يخص امازون ويب سيرفيسز ممكن من خلاله انك تبتدي سيرفرات الامازون المختلفة بانواعها المختلفة. ممكن عندك هتلاقي بروفايدر لديجيتال اوشن، تمام، تقدر من خلاله برضو تمانج الدروبلتس بتاعتك او السيرفيسز بتاعتك لو انت بتديبلوي على ديجيتال اوشن. وهتلاقي بروفايدرز لهوستنج سيرفيسز تانيين مانوال مثلا زي جودادي وبلو هوست والناس اللي هم الهوستنج سيرفيسز المختلفين، او حتى الناس اللي بتدي بروفايد ديديكيتد سيرفرز ممكن هتلاقي لهم بروفايدرز في التيرافورم. فتخيل كده التيرافورم ممكن انت تكتب كود، الكود دوت تحط فيه الكريدنشلز بتاعتك بتاعت الخدمة اللي انت بتستخدمها، مثلا ديجيتال اوشن او امازون او اي مزود سيرفرات، تمام، وتحط في البلان بتاعك ان انت والله عايز تفتح سيرفر بالمواصفات الفلانية وتركب عليه الحاجات الفلانية، او ان انت تبتدي بيه مثلا باوبريتنج سيستم معين. واول ما ترن البلان دي تلاقي ان الحاجات دي كلها تم انشائها واشتغلت معاك مباشرة، بدل ما انت تروح الادمن بانل او تروح الويب يو اي بتاع السيرفيس ديت وتبتدي انت تشتغل وتنادي اس اس اتش اكسس عشان تخش وتنستول الحاجات المطلوبة. كل ده ممكن انت تكتبه في بلان، في تيرافورم بلان، ويتنفذ على طول بشكل مباشر ويتم انشاء كل المطلوب على طول، تمام. فطبعا ده استخدام متقدم قوي للتيرافورم. احنا بس ايه يعني هنستخدمه في حدود الايه الديفلوبمنت، الويب ديفلوبمنت زي ما حكينا، بان احنا هنستخدم الدوكر تيرافورم بروفايدر. طبعا لو حابب انك تتعمق في الموضوع وتقرا فيه اكتر، في حاجه اسمها التيرافورم ريجستري، دي بتشوف فيها كل البروفايدرز اللي موجوده فيه. طبعا هي اوبن كوميونتي برضو زيها زي الدوكر، هتلاقي بروفايدرز من ثيرد بارتي يوزرز، مستخدمين موجودين، كونتريبيوتورز موجودين في الاوبن سورس كوميونتي، وهتلاقي كمان بالاضافه اوفيشال بروفايدرز. يعني الدوكر تيرافورم بروفايدر اللي مستعملينه هنا هو يعتبر من كونتريبيوتر، ما هوش اوفيشال، ولكن يعني معتمد عند ناس كتير، تمام. للاسف الدوكر لحد دلوقتي ما عملش بروفايدر خاص بيه، ولكن يعني ايه البروفايدر اللي احنا هنشتغل بيه دلوقتي يعني سهل وبسيط، مفهوش فيه اي مشاكل.
في عندك بروفايدرز التانيين هتلاقيهم اللي هم الامازون والديجيتال اوشن وخلافه، هتلاقيهم كلهم ايه موجودين بشكل رسمي يعني. عندك هتلاقي بلانز تخص الداتابيزز واي نوع من انواع الانفراستراكشرز التانية. طبعا الكلام ده برضو بينطبق على الدوكر هاب او الدوكر كوميونتي. هتلاقي ايمجز برضو تخص ماريا دي بي وبي اتش بي والسيرفيسز المختلفة زي ما قلنا في السلايد اللي فات. دلوقتي البلان هو عبارة عن ايه؟ البلان هو عبارة عن ملف، الملف دوت السنتكس بتاعه شبه الجيسون الى حد كبير، تمام. لغة انشأتها شركة هاشي كور اللي هي المنفذ للبلاتفورم اللي هو التيرافورم، لغة اسمها ال HCL هاشي كور لانجويج. في ملفات بتنتهي الاكستنشن بتاعها .tf. ملاحظة صغيرة، التيرافورم كمان ممكن يقبل منك ان انت تكتب ملف جيسون لو انت السنتكس بتاع الهاشي كور شايفه يعني معقد او مش مفهوم. انت ممكن تكتب جيسون فعلي ويبقى الملف .json ويتم تشغيل البلان عادي من ملف json بشكل طبيعي. نيجي بقى السؤال زي ما سألنا، ليه دوكر ليه تيرافورم؟ التيرافورم زي ما قلنا هو بيعمل عملية automation، بيخلي المسألة عملية بناء الستاك او السيرفيسز اللي احنا محتاجينها لتشغيل البرامج بتاعتنا والتطبيقات بتاعتنا بتشتغل بصورة تلقائية ويتم بنائها بصورة تلقائية. وممكن بتعديل البلان ممكن نعمل سكيل للانفراستراكشر الحالي بتاعنا بخطوات اقل من ان احنا نشتغل عليها مانولي ونروح نفتح تيرمينالز وندور في بانلز ونفتح امازون كونسول او جوجل كلاود كونسول وخلافه عشان خاطر نعمل الحاجات دي. ممكن نعملها في جوه البلان نفسها. طبعا هي مش هتغطي كل حاجة وفيه اكيد كيسز لا تزال هتحتاج مانوال انترفنشن مننا، ولكن دي من ضمن الادوات اللي بتختصر كتير خطوات عشان خاطر نبتدي بيها الشغل. الاضافة تعتبر اداة مش صعبة لحد كبير، يعني هي هتاخد مننا وقت في الاول ان احنا نتعود عليها ونتعود على السنتكس بتاعها، ولكن مع الوقت ومع تعاملنا مع البروفايدرز المختلفة، في حالتنا طبعا هو بروفايدر واحد، ولكن مع تعاملك مع البروفايدرز المختلفة هتلاقي نفسك ان انت ابتديت تعتمد عليها شوية شوية بصورة اكبر، تمام. في الحالة بتاعتنا احنا هنبني بيها الليمب ستاك اللي هو لينكس انجن اكس ماريا دي بي و بي اتش بي. طبعا زي ما قلت الويب ديفلوبمنت ستاكس التانية ممكن تبنى بنفس الطريقة بالظبط، هيختلف بس السيرفيسز. وللعلم اوريدي الاكزامبل اللي احنا هنشتغل عليه اوريدي في نود ايمج هيتم استخدامها. دي انا بستخدمها في مشاريعي الحالية لانه بقدر ابني بيها اليو اي لايبريز اللي تخص الفيو جي اس. طيب بالنسبة للاوتوميشن بلان زيها زي الدوكر، المفروض انها تشتغل على اي جهاز. بمجرد ان يبقى الجهاز راكب عليه الدوكر والتيرافورم، المفروض ان هو هيتم تنفيذ البلان بأقل تدخل مننا احنا او من طرفنا احنا عشان خاطر البلان دي تشتغل، تمام. طبعا التدخل اللي انا بقصده هنا هيبقى تغيير في الكونفيجريشن لا اكتر ولا اقل، يعني ممكن تحديد مسار البروجكتس اللي المفروض ان احنا هنسيرفها في السيرفيسز بتاعتنا او هيتم التعامل معاها فين بالظبط. ممكن نتورك كونفيجريشنز لو احنا حابين ان احنا نخلي الكونتينرز دي تتواصل مع بعض هنحدد محددات النتورك بتاعتها. فدي كلها امور هيتم تحديدها في البلان. في حال اذا في اي ريسورس من الريسورسز ديت، على سبيل المثال دوكر ايمج مثلا، دوكر ايمج يعتبر ريسورس، دوكر كونتينر يعتبر ريسورس، في عندنا حاجه اسمها دوكر نتورك، في عندنا حاجه اسمها دوكر فوليوم هنتكلم فيهم بالتفصيل. كل ديت ريسورسز تخص الدوكر طبعا اللي متعرفه في الدوكر تيرافورم بروفايدر، تمام. لو اي واحده فيهم فشلت في اثناء البناء او فشلت في اي وقت، ممكن ببساطه شديده ان احنا نعمل لها ريكرييت، ان هي اعاده انشاء حرفيا بتو كوماندز، يعني امرين فقط صغيرين جدا هنكتبهم في التيرمينال هيعيدوا بناء اي ريسورس هو الستيت بتاعته دلوقتي غير مقبوله او مش شغاله بالنسبه لنا. وفي بعض نسخ التيرافورم اللي هي الاخيره اللي هي الليتست ستيبل فيرجن، ممكن التو كوماندز دول يتم استبداله بكوماند واحد، تمام. فلك ان تتخيل ان انت بتعمل ريسيت للسيستم كامل، ممكن انك تعمل ريسيت للسيستم كامل بايه، بامر واحد بسيط.
طبعا الامر ده طبعا فيه خطوره، ان اذا انت بتتعامل مع لايف سيرفر او لايف سيستم، فانت لازم تكون حذر جدا باستخدامك للتيرافورم، عشان طبعا ما تلاقيش نفسك عملت ريسيت مثلا لبرودكشن سيرفر لأولد ستيت وكل الداتا اللي كانت معاك ضاعت مثلا لا سمح الله، وما كانش فيه باك اب على سبيل المثال. فلازم تكون حذر جدا في استخدامك للتيرافورم اذا انت بتتعامل مع ايه، مع برودكشن انفايرمنت. وكذلك طبعا الكلام بينطبق على الدوكر. طيب ده هو البروجكت اللي احنا بنحاول ان احنا نأوتوميت بيه عملية بناء الستاك بتاعت الويب ديفلوبمنت بتاعنا من خلال التيرافورم والدوكر مع بعض. البروجكت دوت بابليكلي افيلبل على الجيت هاب، اللينك هيبقى موجود مدرك تحت الفيديو في الديسكريبشن، بحيث ان انت تقدر تكلون البروجكت وتبتدي منه الستاك وتشتغل عليها بشكل مباشر وسريع. طبعا في الريدمي هنا انا حاطط كل الحاجات الاساسية اللي انت محتاج تعدلها عشان تبتدي بيها استخدامك للبروجكت، ويبقى عندك الستاك جاهز ومحتويات الستاك من كل من البي اتش بي والانجن اكس والماريا دي بي والنود جي اس المستخدم، بالاضافة طبعا للبيز ايمج اللي هي البيز دوكر ايمج اللي احنا مستخدمينها لينكس كوماندز اللي موجودة هي من سنت او اس 8 حاليا. تمام، بس فده بالنسبة للبروجكت بشكل عام. طيب خلينا نبص على البلان بتاعت التيرافورم. التيرافورم هنا عشان البلان فيها ريسورسز كتير، فبدل ما اكتب كل الريسورسز في ملف واحد قسمت البلان على عدة ملفات. تمام، وعشان ما احطش كل الملفات في الروت دايركتوري بتاع البروجكت، اضطريت ان انا اعمل حاجة اسمها تيرافورم موديل. تمام، الموديل ببساطة شديدة عبارة عن جروب لمجموعة تيرافورم فايلز بتشتغل مع بعض على اساس ان هي تكون لنا جروب اوف ريسورسز على شكل موديل. يعني في يعني الموديل بتاعنا هنا انا مسميه ستاك لان احنا عايزين نعمل لمب ستاك، والسورس بتاع الموديل ده هو الدايركتري اللي فيه كل التيرافورم فايلز اللي هي هتتقرا عشان تكون لنا الريسورسز اللي احنا محتاجينها. تمام، فهي هنا الدايركتري اللي اسمها بلان هي اللي فيها كل التيرافورم فايلز اللي احنا محتاجين نستخدمها عشان نبني بيها الدوكر ايمجز والدوكر كونتينرز اللي هتقوم لنا الانفايرمنت بتاعت الويب ديفلوبمنت بتاعتنا. طيب خلينا نبص بصه على البلان دايركتري، هنلاقي ان هم موجودين موجود فيهم اكتر من ملف تيرافورم. تمام، بهذا الشكل. تمام، طبعا التقسيمه ديت انا اللي مقسمها، يعني انت ممكن لو انت حابب تبسط البلان اكتر او حابب ان انت يبقى عندك ستراكشر يكون ابسط شويه كفايل سيستم، ممكن كل محتويات الملفات دي تمام تبقى في ملف واحد اللي هي المين دوت تي اف تحت هنا، وما يبقاش عندك الموديول ده وتشتغل طبيعي معاك جدا البلان اللي موجود، لان هنا التيرافورم لما بتحط له عده ملفات تيرافورم في مكان واحد تمام، وتبتدي منها كروت دايركتوري وتقول له تيرافورم ابلاي. يعني لو جينا فتحنا التيرمينال وقلنا تيرافورم ابلاي في الدايركتوري اللي احنا فيها دي، فانت دلوقتي لما بتيجي تكتب تيرافورم ابلاي تمام، هنا هيشوف التيرافورم كل ملفات التيرافورم اللي موجوده في الدايركتوري بتاعتك ويبتدي ينفذها. تمام، فهي الفكرة ان احنا عشان ما يبقاش الملفات دي كلها في الروت دايركتري، فانا حطيتها ايه جوه موديول، والموديول من خلال الموديول قدرت ان انا احط الملفات بتاعتي فين في البلان دايركتري هنا. طبعا ده يعني ايه لغرض تنظيمي مش اكتر، بس عشان يبقى ايه البلان ما تبقاش كل الكونتنتس في ملف واحد. الفكرة ان التيرافورم بيعمل اوتوماتيك كونكاتينيشن لكل الملفات اللي موجودة، كأن يعني بيقرأ كل دول على انهم ملف واحد. ازاي انت بتخلي ريسورس يعتمد على التاني، هيبقى من ضمن الكونفيجريشن بتاع الايه بتاع الريسورس نفسه. فخلينا نبتدي باللي هو اساس الدوكر. طيب اول حاجه احنا خلينا ايه في الايمجز. تمام، الايمج هو التمبلت الاساسي اللي بيبتدي منه الحاويات، وطبعا بينهرته من بعض. يعني ممكن ان انت يبقى عندك ايمج بتنهرت من ايمج تانية، زي ما قلنا الايمج عباره عن عده لايرز مع بعض بتخلينا يبقى عندنا فايل سيستم نقدر نبتدي منه حاوية. تمام، ف
فممكن يبقى عندك ايمج بتعتمد على ايمج تانية ممكن تبقى مبنية على اساسها وتزود عليها layers، فبالتالي انت نوعا ما في عندك inheritance هنا موجود في الاركتكتشر بتاع الايمجز بتاعتك. تمام، فمبدئيا عندنا الاول ايمج هي الاوبريتنج سيستم ايمج، تمام، اللي هو عن طبعا اي ريسورس الكونفيجريشن بيتعرف في التيرافورم لازم بالكيورد ريسورس، بعد كده ما بين قوسين نوع الريسورس ده. هتقول لي طب نوع الريسورس ده انت جبته منين؟ دوكر ايمج، دوكر كونتينر، جبت الاسماء دي منين؟ هقول لك من البروفايدر اللي انا مستخدمه. طيب البروفايدرز اللي انت مستخدمها في البلان بتاعتك متعرفه فين؟ هنلاقي ملف هنا اسمه بروفايدرز، خلينا نفتحه ونبص عليه نظره سريعه عليه. عندنا ادي اهو المين كونفيجريشن بتاع التيرافورم بلان بيتحط في ايه، في اوبجكت اسمه تيرافورم، وعندنا طبعا من ضمن الكونفيجريشنز اللي تخص التيرافورم الريكوايرد بروفايدرز، واحنا محتاجين نستخدم ايه، نستخدم الدوكر بروفايدر. السورس بتاعه ايه؟ السورس بتاعه طبعا هو اسم الشخص سلاش اسم الايه البروفايدر. هتقول لي الكلام ده جبته منين او ازاي قدرت توصل للبروفايدر ده؟ لو تفتكر معايا الكلام اللي انا قلته في السلايد، ان احنا عندنا حاجه اسمها الايه التيرافورم ريجستري، هي اللي بيبقى فيها كل البروفايدرز اللي احنا بنحتاج او نقدر نستخدمها. تمام، خلينا نفتح كروم. هنا هنلاقي كل البروفايدرز اللي موجودين للتيرافورم. طبعا في زي ما شايفين فيتشرد اوفيشال بروفايدرز، بروفايدرز يخصوا الاي دبليو اس، امازون كلاود، جوجل كلاود بلاتفورم، مايكروسوفت ازر، علي بابا كلاود، اوراكل، كوبرنيتيز، هتلاقي بروفايدرز الحاجات كتير. تمام، الدوكر للاسف لسه ملوش اوفيشال بروفايدر هنا، فاحنا ايه هنيجي نكتب هنا دوكر. هنلاقي طبعا الليستة بتاعت الريزلت ست بتاعتنا من دوكر بروفايدرز اللي موجودة، اللي هنلاقي الموست بوبيلر قدامنا هو اللي طالع، اللي هو ايه دوكر باي كروز وركر. ده البروفايدر اللي هو اللي انا دلوقتي حاليا مستخدمه عشان خاطر اتعامل فيه مع الدوكر وابني ايمجز وابدا على اساسها حاويات الى اخره. طيب طبعا هنا من الدوكر ريجستري لو دخلت على اي بروفايدر هقدر اشوف الدوكيومنتيشن بتاعه، وهنا اقدر اشوف ازاي استخدمه. طبعا هو هنا مدينا ازاي اضيفه كبروفايدر في التيرافورم كونفيجريشن بتاعي في البلان بتاعتي. تمام، وهنا طبعا ده الكونفيجريشن بتاع البروفايدر نفسه، بروفايدر اسم البروفايدر، وبعد كده اي كونفيجريشن يخص البروفايدر. في الحاله دي بتاعتنا دوكر، الدوكر بيشتغل كسيرفيس وليه يونكس سوكت شغال على الجهاز، فلازم نبقى مدينه له في الكونفيجريشن ده. تمام، طبعا ده هنا عباره عن اكزامبل، هنا ريسورس دوكر ايمج او البروفايدر، هنا البروفايدر ده عرف لي ريسورس اسمه دوكر ايمج وعرف لي ريسورس اسمه دوكر كونتينر. يعني من غير البلوك ده دول التو بلوكس اللي تحت دول مش هيشتغلوا معانا، والبلوك ده اكيد مش هيشتغل معانا لان البروفايدر اللي انت بتحاول تعمل له كونفيجريشن اصلا ما عملتلوش انكلود. فهنا انت بتقول له ايه، كانك بتعمل انكلود للبروفايدر، هتجيبه منين وتجيبه باي فيرجن، وتحت طبعا بعديها بتعرف الريسورسز اللي انت عايزها اللي بتستخدم البروفايدر ده او بروفايدرز غيره لو انت عندك اكتر من ايه ريكوايرد بروفايدر. يعني انت هنا في ريكوايرد بروفايدر دوكر، ممكن يبقى في عندك بروفايدر تاني باسم تاني لشخص تاني بيأدي غرض تاني زي مثلا الامازون ويب سيرفيسز والديجيتال اوشن وخلافه. تمام، وكل بروفايدر من دول بيعرف لك انواع جديده من الريسورسز. البارامتر التاني اللي بيجي بعد كلمه ريسورس، يعني احنا عشان نعرف ريسورس بنقول ريسورس، نوع الريسورس اللي بيتم تعريفه من خلال البروفايدر. الحاجه الثالثه البارامتر التاني اللي هو اسم الريسورس اللي انت بتديهوله من عندك، اسمك انت، يعني ممكن اوبونتو دي نسميها مصطفى عادي، يعني دوكر ايمج مصطفى، هو كتيرا فورم عرف هيعرف الايمج ده او هيعرف الريسورس ده على اسم، على انه اسمه مصطفى. تمام، وده الكونفيجريشنز بتاعت الايه بتاعت الريسورس. طب اعرف منين الكيز اللي انا محتاجها جوه كل ريسورس؟ هنيجي هنا على الشمال، طبعا انا جوه دوكر بروفايدر، هنيجي على الشمال ريسورسز، ادي كل الريسورسز اللي تقدر تكتبها في البلان بتاعتك لو انت معاك الايه الدوكر بروفايدر. عندك دوكر كونفيجريشن، دوكر كونتينر، دوكر ايمج، نتورك، بلجن، ريجستري ايمج، وسيكريت، وسيرفيس، وفوليوم. تمام، كل احنا اللي محتاجينه عندنا الاساسيين الايمج والكونتينر والنتورك
والفوليوم، دول ايه الاساس بتاعنا. طبعا لو عايزين نعمل سكيل كونتينرايزيشن سولوشن بتاعنا هنضطر ان احنا نستخدم دوكر سيرفيس مكان دوكر كونتينر. السيرفيس ديت تقدر تقول ان هي سكيلابل سيت اوف كونتينرز، بتقدر تعرفها من خلال الريسورس ده. طيب فعلى سبيل المثال تعالى نفتح الدوكر ايمج. في الدوكر ايمج هتلاقي هنا كل الايه، كل الانترنال بارامترز اللي تقدر تحطها اللي تخص الدوكر ايمج ريسورس، وايه الفاليوز الايه الفاليد بالنسبه لكل ايه بارامتر. تمام، يعني الدوكر ايمج ريسورس ممكن يبقى له نيم، ممكن يبقى له بيلد لو انت عايز تعمل بيلد فروم دوكر فايل. تمام، ودي ايه الايه البارامترز مثلا بتاعه البيلد اوبجكت وهكذا. طبعا بالقراءة، بالقراءة هتقدر توصل ان انت تعمل your own plan from different providers بالطريقة دي. تمام، بس انا حبيت ان انا ايه سريعا كده اوريك الايه الريجستري يكون شكلها عامل ازاي. نرجع للبروجكت بتاعنا. تمام، هنلاقي هنا ان احنا في البروفايدر مستخدمين في البروفايدرز بلان مستخدمين الدوكر بروفايدر، مستخدمين طبعا الايه الكونفيجريشن بتاع الدوكر بروفايدر هو ايه الهوست او اليونكس سوكت المطلوب. فلما نيجي هنا للايمج نشوف تعريف اول ايمج، بنقول ان احنا عايزين نبني ايمج او ريسورس، عايزين نبني ريسورس نوع دوكر ايمج هنسميه او اس اللي هو الاوبريتنج سيستم. طبعا هديله اسم، الايمج هيبقى ليها اسم. الايمج السورس بتاعها او المكان اللي هجيبه منها ان انا هعمل بيلد للايمج ديت مانولي، فبالتالي انا هستخدم البيلد اوبشن. تمام، او البيلد سيتنج. هنا البيلد بارامتر دوت بياخد مجموعه بارامترز خاصه بيه اللي هيستخدمها التيرافورم في ان هو يبيلد الايمج دي. تمام، فالباث، الباث اللي هبيلد من خلاله الايمج هو الدايركتري اللي اسمها بيلد. تمام، فهنيجي نفتح هنا الدايركتري اللي اسمها بيلد، هنلاقي مجموعة ملفات طبعا بنهايتها دوكر فايل. تمام، بس المهم الباث هو الدايركتري، الدوكر فايل اللي هيتم استخدامه هو os.dockerfile، وده ملف دوكر فايل طبيعي. دوت هنا بقى اللي ايه الملف اللي الدوكر هيبني من خلاله الايمج اللي احنا محتاجينها. فلكن تتخيل كده ان التيرا فورم ده عباره عن مستخدم. تمام، بيرن مجموعه كوماندز كده على حسب ما احنا ما بنقول له يعني. فهو التيرا فورم هنا هو اللي ايه هو اللي هيدي الامر للدوكر عشان خاطر يبني الايمج، وهو اللي هيدي الامر للدوكر عشان خاطر يبني الايه او يستارت الكونتينر او الحاويه بناء على الايمج دي. طبعا الكلام ده احنا ممكن نشيل التيرا فورم ونعمله احنا مانولي بقى، ان احنا نكتب التيرمينال او السي ال اي كوماندز اللي تخص الدوكر عشان نقوم بالكلام ده. فهنا بدل ما نكتب الكلام دوت او نعمل بيه سكريبت، لا التيرافورم هنا عرف لنا لانجويج نقدر نعمل بيه الموضوع ده. الباور اللي مديها لنا هنا ان احنا مش بس هنتعامل مع الدوكر، ممكن نتعامل مع ايه مع انواع تانية مختلفه من الريسورسز. تمام، فالدوكر فايل اللي هيتم استخدامه في بناء الايمج هو الايه الاو اس دوت دوكر فايل. التاج هو المقصود بيه الاسم اللي الدوكر هيديه للايمج ديت. تمام، التاج عادة بيبتدي باسم اسم الايمج زي ما انت عايزها ونقطتين فوق بعض، بعد كده بيبقى عبارة عن ايه فيرجن، يعني مثلا ممكن نقطتين فوق بعض فيرجن 1 مثلا v1 او 2 او 3 او بس تحط كلمة latest. تمام، باي ديفولت ممكن ما تحطش latest، والليتست هي تضاف لوحدها بس مش كل السيستمز بتقوم بالموضوع دوت، فانا عشان كده حطيتها هنا explicitly عشان لو في سيستم مثلا مش بيحط الليتست تاج على الاسم بتاع الايمج يتعمل على طول. طيب ده بالنسبه للايه الدوكر ايمج ازاي بيتبنى. طبعا هنلاقي طبعا مجموعه ايمجز ثانيه بعديها، طبعا لان انا حاطط كل الايمجز اللي انا محتاجها في ملف ايمجز دوت تي اف. تمام، اللي هيخلي التيرا فورم ينفذ ريسورس قبل التاني او ريسورس بعد التاني، هنلاقي عندنا بارامتر جوه الريسورس اسمه depends on. تمام، يعني مثلا البي اتش بي هنا والانجن اكس وحتى الماريا دي بي، لا الماريا دي بي هيتاخد من بره، هينزل من الدوكر هاب. الدوكر هاب للتذكير هو عباره عن السيرفيس بتاعت الدوكر الرسميه اللي بتقدر تنزل منها ايمجز ستاندرد وجاهزه. تمام،
فانت ليك طريقين، يا اما انك تبيلد يور اون ايمج، او ان انت تيوز ان ايمج وتستخدم ايمج موجوده اوريدي على الدوكر هاب. طيب فهنلاقي ان الانجن اكس والبي اتش بي والنود التلاتة بيعتمدوا على مين؟ بيعتمدوا على الـ OS Docker Image. معنى كده ان الـ Docker Image اللي اسمها OS ديت هي فيها بس الـ ايه الـ Main Binaries بتاعت الـ Linux Commands اللي احنا مستخدمينها. و هقول احنا انا ليه عامل لها Build Manual لما نشوف الـ Docker Image Docker File بتاع الـ Image. فهنلاقي ان الـ PHP معتمد على الـ Docker Image OS، فبالتالي لما هيجي يقرا ملف الـ Images اول حاجة هيبنيها هي الدوكر ايمج اللي اسمها او اس، بعد كده هيشوف الباقي تباعا. تمام. طيب ده بالنسبه للايمجز. طبعا الايمجز بيتبنى على اساس الكونتينرز، فهنيجي نبص بصه سريعه على الكونتينرز. هنا بنكريت ريسورس نوع دوكر كونتينر، واسم الايه اسم الدوكر كونتينر عند التيرافورم اسمه بي اتش بي اب. هنا هو depends on بيعتمد على ايه؟ ال PHP app container بيعتمد على ال PHP image docker image.php اللي هي متعرفة فين في الايمجز، يعني هي معتمدة على دي. فانت بتقول له في حالة ال depends on هنا هي عبارة عن array، كل element من ال array نوع ال resource dot اسم ال resource في التيرافورم. تمام. فانا هنا هو في الدوكر كونتينر، الدوكر كونتينر ده بيعتمد على الدوكر ايمج دوت بي اتش بي اللي هو اسم الايه اسم الايه اسم الايمج بتاعت البي اتش بي، هنلاقيها هنا. تمام. تحت الايمجز نرجع للكونتينر. طبعا بعد ما بتقول له ديبند اون بحيث انه يرن الايمجز الاول بعد كده يرن الكونتينر بعديها، هتقول له والله ايه هي الايمج. طبعا ده بارامتر يخص الدوكر كونتينر ريسورس، ده متعرف من ضمن البروفايدر بتاع الدوكر. ايه هي الايمج اللي انا هبتدي على اساسها الكونتينر؟ هتقول له والله دوكر ايمج دوت بي اتش بي دوت ليتست. الليتست دوت عباره عن بروبرتي تيرافورم معرفاها لاخر ايمج اتكريتد في الريسورس اللي يخص الدوكر ايمج. طيب اسم الكونتينر هيبقى ايه؟ في عندنا اسم للكونتينر وعندنا تاج للايمج. التاج بتاعه الايمج هي اسم الايمج عند الدوكر. تمام. دي اللي تقدر من خلالها تبتدي على اساسها كونتينر. والله انا عايز مثلا على سبيل المثال في البي اتش بي كونتينر مثلا انا عايز ابتدي على اساس فيرجن 7.4، او عايز ابتدي على اساس فيرجن 8، او عايز ابتدي على اساس كذا. فلما بتيجي تبتدي على الاساس اللي انت محتاجه طبعا بتقول له في الايمج هنا، ممكن تقول له اسم ايمج حقيقيه فلتكن بي اتش بي نقطتين فوق بعض 7.4 اللي هي اسم الايه التاج ايمج او التاج بتاعت الايمج بتاعت البي اتش بي 7.4 في الدوكر هاب. بس احنا هنا مستخدمين كاستم ايمج، فعشان كده حطيناها في استخدمنا هنا الايه الدوكر ايمج بتاعتنا من الترافو بي اتش بي اب. طبعا الريستارت هنا ده ريستارت كونفيجريشن اولويز. معناها ايه ريستارت اولويز؟ معناها انه لو الكونتينر ده لاي سبب إن كان حصل له كراش او قفل هيتعمل له ريستارت اوتوماتيك وهيشتغل تاني. والله حصل ميموري ليميت اكسبشن، انت باي ميستيك عملت ترمينيت من جوه الكونتينر للبي اتش بي كونتينر، هيشتغل لوحده طبعا الا اذا انت عملت له ستوب من بره، ساعتها هو مش هيريستارت. طيب ايه الفوليومز اللي هيعتمد عليها الايه الكونتينر ده؟ فاكر لما قلت لك ان في طريقتين ان احنا نحافظ على بيانات الكونتينر؟ الطريقة الأولانية إن احنا نعمل دوكر كوميت بحيث إن احنا نخلي التعديلات الأخيرة بتاعت الكونتينر تبقى جزء من الإيمج. الطريقة التانية بقى إن احنا نعرف مكان معين في السيستم، تمام، أو نعرف فوليوم جوه الدوكر بحيث إن هو يبقى بلاج أند بلاي دايركتري في الكونتينر. تمام. يعني هنا مثلا على سبيل المثال عندنا هنا دوكر فوليوم نوعه فوليوم طبيعي. تمام. الدوكر فوليوم ده المفروض انه هيتخزن فيه السوكت بتاع البي اتش بي اف بي ام. تمام. فعرفناه من ضمن الفوليومز بتاعه الدوكر. تمام. والفوليوم ده هيبقى ماونتد جوه الكونتينر في الايه في اللوكيشن ده. اللوكيشن ده فين؟ في الهوست ولا في الهوست سيستم بره ولا جوه الكونتينر؟ لا ده جوه الكونتينر. ليه؟ لان ده الكونتينر باث. تمام. فانا دلوقتي كريت فوليوم، الفوليوم ده عبارة عن مكان زي بارتيشن من الهارد درايف كده، متعرف
وهيبقى اكسسبل جوه الكونتينر في الباص ده. تمام. طيب نبص على الفوليوم بصه سريعه، هنلاقي ان احنا البي اتش بي فوليوم اهو، ادي دوكر فوليوم بالاسم بس، مش محتاج اكتر من كده. ان هو الفوليوم عباره عن بارتيشن وهمي احنا بنعرفه لنفسنا وبن ايه بنديله اسم. وممكن طبعا في انواع للفوليومز، في فوليوم لوكال اللي هو الطبيعي، وفي عندك فوليومز ممكن تبقى عباره عن اس 3 باكت على امازون اس 3، في نتورك فوليومز ممكن تتعمل ان هي تبقى اكسسبل عن طريق مثلا ريموت ستورج ديفايس. ففي الحاله بتاعتنا هنا لا، ده الديفولت فوليوم بتاعنا اللي هيبقى موجود على الجهاز عندنا مباشره. تمام. طيب المهم ده اول نوع من انواع الفوليوم اللي هو يبقى فوليوم مانجد باي دوكر. تمام. ان هو بيبقى ليه اسم زي ما احنا شايفين هنا نيم. ايه الهدف بقى منه؟ والله انا جيت عملت ديستروي للكونتينر ده، عملت ريكرييت للكونتينر ده، الفوليوم مش هيتعمل له اريس معاه، يعني الكونتينر ممكن يروح لكن الفوليوم يفضل موجود. تمام. فبالتالي لو انا عملت ريكرييت لنفس الكونتينر وخليته يستخدم نفس الفوليوم بنفس الاسم، هنلاقي الداتا ما زالت موجوده وتم الاحتفاظ بيها وما راحتش مننا حتى لو ازلنا الكونتينر كله على بعضه. تمام. طيب ده بالنسبه للايه الدوكر مانجد فوليومز. في عندنا البايند بايند ماونت فوليومز. ايه هي البايند ماونت فوليوم؟ البايند ماونت يعني ببساطه شديده كانك عملت خريطه. تمام. او شورت كات، حاجه شبه السيمبوليك لينك الى حد كبير. بتقول له والله انا الباث ده جوه الهوست بتاعي على الجهاز بتاعي، انا مثلا فاتح جهاز لينكس دلوقتي. تمام. الباث ده جوه اللينكس عندي اللي هو opt slash public html slash bmedia مثلا، الباث ده هيماب فين جوه الكونتينر على الباث ده. يعني لو دخلت جوه الكونتينر وعملت cd slash home bmedia هلاقي المحتويات بتاعه الايه الدايركتري دوت اللي موجود على السيستم. طب وده معناه ايه؟ ده معناه ان اي تعديل انا هعمله على السيستم من بره على الدايركتوري ده هيسمع فين؟ في الكونتينر. والعكس بالعكس، لو الكونتينر عدلت في الملفات بتاعه الدايركتوري ده جوه الكونتينر هيسمع بره. في ليه؟ لان هو ماونت، هو عباره عن ماونت، كانك واخد كده المكان ده من الهارد درايف وقايل له دي الاكسس بوينت بتاعته. فدي برضو بتخلينا نحافظ على البيانات، وبتخلي البيانات اللي موجوده في البايند ماونت ده بره الكونتينر. يعني لو كونتينر اتشال، الكونتينر اتحرق، الكونتينر اتعمل له ريستارت، اي ظرف حصل للكونتينر، البيانات هتفضل موجوده في هذا المكان. ولو عملنا ريكرييت للكونتينر هنلاقي ان البيانات اللي موجوده هنا تم ادراجها في المكان ده جوه الكونتينر تاني. تمام. فدول نوعين الفوليومز اللي موجودين عندنا. اخر حاجه عندنا بعد كده هنتكلم عليها موضوع النتورك. تمام. اللي هو والله انا عندي اكتر من كونتينر، المفروض ان كل كونتينر من دول هي ايه هي كونكت جوه نتورك مشتركه ما بينهم بحيث ان هم يقدروا يكلموا بعض. تمام. فانا هنا عندي سيتنج اسمه نتوركس ادفانسد، بحط فيه اسم النتورك اللي انا عايز استخدمها. طبعا لو لاحظت هتلاقي ان الدوكر نتورك ده عباره عن نوع ريسورس دوت اسم الريسورس اللي اسمه ديفلوبمنت، والبروبرتي بتاعت الدوكر نتورك دي اللي انا محتاجها النيم بتاعت الايه النتورك دي. تمام. والادرس اللي انا عايزه اي بي في 4 ادرس، الادرس اللي انا عايز اعينه للايه للكونتينر ده. ده الكونتينر بتاع البي اتش بي. لو رحنا للكونتينر بتاع الانجن اكس هنلاقي ان هو ليه داخل جوه نفس النتورك ولكن معاه اي بي ادرس مختلف. ولكن لو لاحظنا هنلاقي ان هو تحت نفس الرينج بتاع الاي بي ادرس، نفس السبنت، يعني 100.152 هنلاقي هنا 100.153، وممكن تلاقي كمان الماريا دي بي اللي هو الداتابيز هتلاقيها تحت 100.154، فهم كلهم جويند على نفس الايه على نفس النتورك. المهم نرجع لاخر بوينت عندنا او اخر نوع من انواع الريسورسز عندنا اللي بيبنيها تيرافورم للدوكر، اللي هي ايه الدوكر نتورك. زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا مجموعه كونتينرز مستخدمه ايه، مستخدمه دوكر نتورك اسمها ديفلوبمنت، تعريفها موجود في النتوركس. ادي ريسورس نوع دوكر نتورك اسمه ديفلوبمنت، طبعا ده اسم النتورك عند الدوكر. الدرايفر هنا في انواع للنتوركس في الدوكر، في عندنا حاجه اسمها الهوست نتورك، وفي عندنا حاجه اسمها البريدج نتورك، في اوفرلاي نتورك. اهم نوعين بالنسبه لنا هما النوعين الاولانيين الهوست والبريدج. الهوست نتورك معناها ان انا مفيش عزل للنتورك
خالص، يعني اي كونتينر هينضم للنتورك اللي من نوعها الدرايفر بتاعها هوست هيبقى هو مستخدم النتورك انترفيس بتاعة الجهاز مباشرة، يعني مفيش اي عزل خالص في الحالة ديت. فاي اي اكسس بوينت او اي ريكوست جاي للجهاز او جاي للسيرفر ممكن الدوكر كونتينر تسمع له بشكل مباشر من غير اي بروكسي. البريدج هنا في هنا هي عبارة عن بورت ماب هيحصل، تمام، هيبقى في مابنج هنا لمجموعة اي بيهات تخص الجهاز عندك، لي اي بيهات انترنال متعرفة على الدوكر، وفي بروكسي سيرفيس هتقوم بتحويل الريكوستات من الادرسز اللي تخص الجهاز عندك الهوست الى الادرسز بتاعة الدوكر، تمام. الكلام دوت ممكن يكون شوية ادفانسد ولكن هنشوف تبسيطه كمان شوية. طب في الحالة بتاعتنا احنا هنا عاملين بريدج بحيث ان احنا يبقى في عندنا نوع من العزل ما بين النتورك اللي تخص الجهاز والنتورك اللي تخص الكونتينرز اللي شغالة جوه الجهاز. طبعا ده السب نت بتاعنا، طبعا انت ممكن تغيره لأي حاجة تانية، 100 150 0 24، ده النتورك رينج. والجيت واي اللي هو ال DHCP جيت واي بتاع الكونتينر او بتاعة النتورك، هنا النتورك اللي هتاتاتش عليها الكونتينرز هي 100 151، تمام. طبعا الاوبشنز دي يعني دي حاجة اضافية عشان نسمي بيها البريدج نيم، لان كل بريدج بيتعمل بيبقى ليه اسم جوه النتورك الخاص بالدوكر، فده البريدج نيم، تمام. بس ففي النهاية اي كونتينر عايز يخليه يكلم كونتينر تاني بشكل مباشر بتدخله على النتورك دي في التعريف بتاعه من خلال النتوركس ادفانسد، بتقول له والله انا عايز الكونتينر دي تخش تستخدم النتورك اللي هي كذا، تمام، والاي بي ادرس بتاعها لازم يكون واقع في الرينج. لو لاحظنا هنلاقي ان الاي بي ادرس واقع في الرينج اللي يخص النتورك اللي موجود في السب نت هنا، تمام، اللي هي 100 150 اكس، تمام، تلاقي، تمام. طيب ده كده بشكل عام التيرافورم ماشي ازاي. طب التيرافورم بقى بيوفر علينا ايه؟ يعني احنا ايه اللي خلانا نكتب الكلام ده كله؟ بيوفر علينا ايه بالظبط؟ اول حاجه بيوفرها علينا ان هو ممكن كان نكتب الكلام دوت بشكل اخر عن طريق حاجه اسمها الدوكر كومبوز. الدوكر كومبوز عباره عن ملف يامل، ملف واي ام ال، بتحط فيه كونفيجريشنز اللي تخص مثلا مجموعه سيرفيسز او مجموعه كونتينرز عندك، وكل كونتينر بتحدد له الايمج اللي هو عايز يشتغل على اساسها وبتحدد له الكونفيجريشن بنفس الطريقه كده، بس هو مور سبيسيفيك تو دوكر وما عندهوش كنترول ان هو يروح لحاجات بره حيز الدوكر. لو احتجت هتضطر انك تعمل كاستم سكريبتس جنب. لكن في حاله تيرافورم انت ممكن ايه تكتب كل الشغل بتاعك اللي يخص الدوكر واللي يخص السكوب اللي ممكن يبقى بره الدوكر في نفس البلان. نبص بصه كده جوه الدوكر فايل، احنا لو عايزين نبني كاستم ايمج ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه احنا قلنا ان الدوكر ايمج عباره عن لايرز، صح، مكونه من يعني كل لاير عباره عن ملفات ومجلدات محفوظه ناتجه عن تنفيذ امر او مجموعه اوامر، صح. طيب ادي اول امر اهو from CentOS 8، معناها ان انا عايز اعمل ايمج جديده من الايمج الرسميه اللي موجوده في الدوكر ريجستري او الدوكر هاب اللي هي سنت او اس 8، تمام. طبعا سنت او اس نقطتين فوق بعض، التاج بتاع الايمج اللي هو 8 الفيرجن. شايف الرن دي؟ الرن دي معناها ان انت بعد ما تجيب الايمج دي كلايرز هتضيف عليها لاير اضافي فيها كل الكلام ده، فيها كل الكوماندز دي. دي باش، ده باش كوماند على فكره، وممكن تخلي كل كوماند فيها، يعني كل لو لاحظت هتلاقي كوماند طويل وسيمي كولون بعد كده كوماند سيمي كولون، بحيث ان كل دول يبقوا تحت لاير واحد. لو انت حابب ان يبقى في عندك كاشنج وفيلير كنترول هتاخد كل ستيتمنت دي وتحطها في ران كوماند لوحدها، يبقى عندك مالتيبل ران لاينز زي كده، مالتيبل ران كوماندز زي كده. ران مثلا الاس ال ممكن تقول له ران سي دي اكس واي زد والى اخره. كل واحده من دول لما الايمج تيجي تعمل لها بيلد هيتكريت لها لاير المجلدات والفايلات الناتجه من تشغيل هذه الاوامر هيتم تسجيلها فين؟ في الايمج، في اللاير دي جوه الايمج، تمام.
فاحنا عندنا هنا في عندنا تو ايمجز معتمدين على بعض، اللي هو الاو اس وبقيه الايمجز. يعني البي اتش بي معتمد على الاوبريتنج سيستم. فلو بصينا للبي اتش بي هتبص هتلاقي فروم كيرنل ليتست. طب هتقول لي الكيرنل ديت هل هي موجوده في الاوفيشال دوكر هاب؟ لا، هي مش موجوده في الاوفيشال دوكر هاب، لكن احنا بنيناها في الاول وبقت موجوده لوكالي، فهيقدر يقراها ويبني عليها بقيه اللايرز اللي احنا محتاجينها عشان خاطر نعمل التمبلت بتاع البي اتش بي او الايمج بتاعت البي اتش بي. تمام، ادي الانتري بوينت اللي هتبتدي فيها اي كونتينر مبني على الايمج دي، اللي هي بي اتش بي اف بي ام داش اف. الاف دي معناها فور جراوند، بحيث ان مجرد ما البي اتش بي اف بي ام سيرفيس تشتغل تتيك كنترول هي وتفضل شغاله معانا في التيرمينال بتاع الكونتينر دوت، ويفضل ايه الكونتينر شغال معانا طول ما البي اتش بي اف بي ام سيرفيس شغاله. فهنلاقي الاو اس هي اللي بتبتدي لنا الحاجات الاساسيه اللي احنا محتاجينها جوه الكونتينر كلينكس كوماندز، وك زي ال wget وال vim وال get والحاجات اللي هي ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها دي. التايم زون داتا مثلا عشان البي اتش بي سيرفيسز اللي احنا بنستخدمها، والانجن اكس وخلافه. تمام، نيجي للانجن اكس هتلاقي برضو معتمد على الكيرنل. بتركب ايه؟ بتركب الانجن اكس بنفس الطريقه. طبعا في بعض الملفات اللي ممكن تستخدمها، يعني انت عندك مجموعة ملفات عايز تكريت بيها الايمج، مش شرط انك ترن كوماند، ممكن تعمل كوبي مباشر من ملفات عندك على النظام. زي هنا احنا هنا الكونتكست بتاعنا جوه البيلد، فبالتالي احنا شغالين ريلاتيف تو بيلد من جوه الايه الملف ده. فمثلا احنا هنعمل كوبي للملف اللي هو اندر ريسورسز 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 انجن اكس انجن اكس ريبو، هندخله جوه الايه الايمج بتاعتنا في المكان ده في الدايركتوري دي. هنيجي هنا هنلاقي اهو الملف. تمام، فاحنا بنعمل كوبي لمجموعه ملفات من السيستم لجوه الايمج، بحيث ان هي تبقى موجوده معانا ونقدر نبتدي منها السيرفيس اللي احنا بنبني الكونتينر بتاعها او الايمج بتاعها بمعنى اصح. فين بقى اللي بيكنترول الكلام ده؟ عمنا التيرافورم. هنلاقي هنا في التيرافورم الايمجز اهو بيبني الاوبريتنج سيستم الاول، الاو اس الاول، وبيديله التاج ده الكيرنل ليتست، وبعد كده بيخلي البي اتش بي والانجن اكس والنود والحاجات التانية معتمدة على الـ OS باستخدام الـ depends on، بالإضافة إن هو بيعمل build لمين؟ للملفات اللي احنا فاتحينها. يعني في الـ OS بيفتح الـ OS docker file ويبني منه، يعمل build منه. الـ PHP بيفتح الـ PHP docker file ويبني منه، بس بعد ما ايه بعد ما يبني الـ OS الأول. يعني ده بيبني الأول، والـ image الناتجة عنه بتبقى بالاسم ايه بالاسم kernel latest. تمام، فلما نيجي للانجن اكس او البي اتش بي هنلاقي ان هو ابتدى فروم مين؟ فروم كيرنل ليتست. تمام، بس دي نظره سريعه عن الموضوع، ازاي الدوكر شغال، بيبنى الايمجز بتاعته ازاي. هحط مصادر ريفرنسز للدوكر كونتينر او الدوكر كوماندز، دوكر سي ال اي ازاي تستخدمها لو انت عايز تستعملها بشكل مانوال بعيدا عن التيرافورم. الموضوع شوية هيبقى تقيل أصعب لكن مفيد. يعني لو أنت حابب تعمل سيرفيسز كاستم أكتر أو حاجة التيرافورم ممكن ما يتحكمش بيها قوي، ممكن إيه إنك تستخدم بيها الـ CLI commands دي. طيب بالنسبة بقى للتيرافورم، لو أنا حابب إن أنا أبتدي، يعني أنا دلوقتي عملت كلون مثلا للبروجكت وعايز أبتدي أعمل إيه، اول حاجه هعملها زي ما انا كاتب في الريدمي فايل. لازم نشوف الحاجات اللي احنا محتاجين نعمل لها كستمايز. الحاجات اللي احنا محتاجين نعمل لها كستمايز كلها في البلان، وبالاضافه للبيلد ريسورسز انجن اكس، ملف الانجن اكس كونفيجريشن. هنا لو انت عندك سيرفر معين لازم تحدد مكان هتحدد السيرفر نيم او هتخليه كاتش اول زي ما هو، وهتحدد طبعا السيرفيسز اللي انت محتاج انك تعمل لها رن. النقطه الثانيه اللي هو موضوع الباث اللي هتسيرف منها الفوليومز بتاعتك، بالتحديد التو فوليومز دول، هو في الاصل فوليوم واحد بس، المكان اللي فيه البروجكت. فين مكان البروجكت بتاعك على الجهاز بتاعك او على السيرفر بتاعك؟ هتدخله فين في الكونتينر؟ تمام، وزي ما قلت اي تعديل هيحصل في النوع دوت من الفوليومز بيرفلكت جوه، واي تعديل جوه برضو بيرفلكت بره، لانه بقى ايه بايند ماونت في الحاله دي. تمام، النتوركس
لو محتاج تعدل الـ IP address بتاعها ونوعها والاسم، وطبعا تباعا لازم تعدل الـ networks advanced في كل ايه في كل مكان بالشكل اللي يناسبك. تمام. في نقطة بس فاتتني وما شرحتهاش، الـ serving نفسه بيتم عن طريق الـ nginx. تمام. ففي بورتس لازم الـ nginx يرد عليها، اللي هو بيستقبل عليها الريكوستات، سواء 80 او 443 في حالة الـ SSL. فهنا احنا قلنا ان هو النتورك بتاعه هو النتورك بتاع الديفلوبمنت اللي متعرف فيه الريسورس دوكر نتورك ديفلوبمنت نيم وبالاي بي ادرس ده، بالاضافه ان هو هيبقى هنا في بورت ماب، هنا استخدام البريدج نتورك اللي حكينا فيه، ان والله اي ريكوست هيجي اكسترنالي على بورت 80 للجهاز بتاعي او السيرفر بتاعي هيتحول ل 80 انترنالي، اي ريكوست هيجي لي من 443 اكسترنالي هيتحول ل 443 انترنالي. طبعا لك مطلق الحريه ان انت تغير ايه الاكسترنال، لكن الانترنال المفروض تسيبه زي ما هو، او لو حابب تعدله هتضطر ان انت لازم ايه تواكب التعديل ده في الانجن اكس كونفيجريشن فايل، في الانجن اكس كونف في الليسن تحديدا. تمام. بس يبقى انت كده معاك الايه، معاك كنترول، فول كنترول على البورتات المفتوحه. وطبعا ممكن كمان تحدد، ممكن تحدد الاي بي ماسك، يعني لو انت كمان عايز تسمع لاي بي ادرس معين على الجهاز بتاعك في البورت دوت عشان ما تسمعش لكل الانترفيسز اللي عندك، فبالتالي تعمل ايه يعني تهايتن السكيورتي بتاع السيستم بتاعك اكتر. طبعا الماريا دي بي ككونتينر ده اللي هو الداتابيز مبنيه على الدوكر ايمج اللي هي بتاعه الماريا دي بي. تمام. الدوكر ايمج الماريا دي بي مش كاستم لي بيلد، يعني مش هنلاقي لها بيلد فايل هنا، واخدينها من الدوكر هاب مباشرة. لو بصينا على الايمجز هنلاقي ان الماريا دي بي واخده نيم مباشر من غير اي كونفيجريشنز تانية، فبالتالي هيتعمل لها داونلود من ايه من الدوكر الدوكر هاب. طيب نرن بقى الموضوع ده ازاي. اول حاجة بعد ما تعمل كلون بتقول له تيرافورم انت. تمام. وبعد التيرافورم انت بتقول له تيرافورم ابلاي. بعد ما بتخلص لازم تتاكد ان الكونتينر شغاله باستخدام اللي هو ايه الدوكر كونتينر ls command من غير اي فلاجز، هيديك كل الكونتينرز اللي راننج حاليا. نعم. في الوضع اللي عندي دلوقتي البي اتش بي اب شغال ككونتينر انجن اكس وماريا دي بي. طيب ايه فكره النود هنا؟ النود انا مستخدمه كسيرفيس عشان ابيلد بيه بس، يعني انا ممكن اقول يعني مستخدمه كايمج فقط مش باني عليه كونتينر، لكن ممكن ابتدي منه كونتينر مؤقت يعمل لي ينفذ لي تعليمه نود او تعليمه جافا سكريبت معينه ويتقفل مباشره. ازاي الكلام دوت؟ ان انا اقول له دوكر ران ار ام اللي هو ريموف افتر اكزيت. دوكر ران بيعمل ايه؟ الدوكر ران بيخليك ترن كوماند تمام من جوه ايمج في كونتينر. تمام. الكونتينر ده ممكن تسميه او تشيله مباشره. الار ام فلاج هنا بيعمل ريموف افتر ايه افتر ترمينيشن مباشره، يعني مجرد ما الامر يخلص الكونتينر اللي هيتبنى على اساس الايمج ديت هيتشال. نود 14 اسم تعليمة النود اللي احنا عايزين نرنها اكس، بس فهي دي الفكرة بتاعت الايه بتاعت التيرافورم والدوكر مع بعض بشكل عام بشكل سريع. شكرا.